اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب شفيعنا وحبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير، وغنقول لكم ذكرى مولد مبارك على جميع المسلمين وجميع عبادي في جميع بقاع الارض. الله يدخل لنا هذه الذكرى بالصحه وبالسلامه، وان شاء الله مزيد من التقدم والازدهار. اكيد استغلنا الفرصه باش احنا نحيو الذكرى المجيده في طقوس هكا متواضعه جدا طبيعه الحال. حنايا غرض منا اننا نحيو الذكرى لا غير، ماشي نحتفلوا بها. المهم انا وصحباتي قررنا ان ندير واحد الجمعيه خفيفه هكا، كل وحده تجيب حاجه من دارها ونجمعوا في دار وحده ونقصروا مع بعضياتنا وندوزوا اجواء مع بعضياتنا في احسن الظروف. المهم كان النهار دا زوزال ما شاء الله، اللهم بارك. يلا نعيشكم معايا الجو واللحظه وفرجه ممتعه. لهذا الكيك غنحتاجوا تقريبا انايا حكيت هنا 200 غرام ديال الخيزو، حكيتها حكاكه رقيقه. غادي نضيف لها معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال الفاني باش كنسمو، هي اول حاجه كنبدا بها. غادي نسم الخيزو بالقرفه والفاني. غنحتاجو 3 ديال البيضات كاملين، 150 غرام ديال السكر، حبيبات، كاس لا روب ديال زيت المائده، ونحتاجو الدقيق وجوز الهند. جوز الهند انا ما عنديش، ما غاديش نستعملو فهاد كيكه الجزر، واكيد غادي نديرو المرحله الثانيه اننا نزينوها بالكريمه. غنوريكم المقادير في المرحله الثانيه. على بركه الله نبداو تحضير هاد كيكه الجزر. بسم الله، اول حاجه غنسم خيزو. نقول كنبغيت نسم ليه لان كيكه الجزر، نسمو بالقرفه وبالفاني. بسم الله، انا كندير غير معلقه صغيره مع مرش ديال القرفه، اللي بغى يدير كثر كثر. انا ما كتعجبنيش بصراحه المذاق القرفه يكون طاغي في الكيك، ويمكن لكم ديروا تسكينجبير بحق انا ما تعجبنيش، تعجبني غير بالقرفه والفاني. المهم طبيعه الحال كيبقى لكم اختيار. بسم الله، صافي. من بعد ما طربت السكر والبيض دابا غنبقى نضيف الزيت بشويه بشويه، وانا كنطرب غير باليد ديالي حتى يختار معايا الخليط ويعقد، يعطيني واحد التكستور اوموجين وكتكون هكا عاقده. اخر حاجه غنضيف 200 غرام ديال الدقيق. المهم تابعوا انا الدقيق راه كاين اللي كيشرب كاين اللي لا، المهم نتوما كتضيفوا ما تفوتوش 200 غرام. الا بان لكم ان الخليط عقد بعد ما كتضيفوا ديك الكميه ديال الدقيق، يمكن لكم ديروا معلقه ديال الحليب. صافي، وغادي نضيف ساشي ديال 16 غرام ديال الخميره الكيماويه والبقيه ديال الخيزو اللي حكينا، ونسمناه بالقرفه والفاني، ونخلط الخليط. وغنوريكم لا تيكستور ديال الخليط، كتكون هكا عاقده ما كتكونش جاريه. صافي، خصنا ضروري ما نحاولوا نخلطوا مزيان داك هاد المواد باش تجلس مع بعضياتها. نخلطوا زعما مزيان كلشي داكشي في قعر هاد الاناء، وصافي بقى لنا ان ندخلو غير الفران. الفران دابا كيتسخن على شحال 180، غنديروا في المول ديالو وندخلو الفران يطيب ليا. سيتحمر تقريبا المده ديال الطهو ما كتفوتش 20 دقيقه تقريبا على درجه حراره 180. صافي، خليت الكيك يطيب في الفران. في هذا الاثناء استغليت الفرصه، غادي ناخذ 200 ملي ديال الكريمه السائله. هاد الكريمه هي اللي غادي نزين بها كيكه الجزر، هي اللي كتعطي ديك البنه والمذاق للكيكه ديال الجزر. 200 ملي ديال الكريمه، غنستعمل قيمه 100 غرام، 150 غرام ديال السكر على حسب طبيعه الحال الذوق ديال كل واحد، وضروري ما نسموها بالفاني. وغنطلع بطره بالكهربائي هكا تولي عندي الكريمه شاده في راسها وعاقده. واخر حاجه غنضيف لها هي تقريبا ما قيمه 150 حتى 200 غرام ديال الجبن. المهم الجبن كيبقى على حساب، الا بغيتو ان الكريمه تكون خطره تكون زعما شي شويه خفيفه، ولا تكون شاده في راسها. انا غندير فقط 150 لان كنبغي الكريمه تكون هكا خفيفه فوق الجبن، ما تكونش شاده راسها بحال الكريم شونتي. المهم هذه الطريقه، وصافي غنحاول نخلطهم مزيان حتى تنسجم لي الكريمه مع الجبن ديالي.
وهالكريمة اللي غادي نإيطاليو بها أو نزينو بها الكيكة ديال الجزر غتكون وجدات معانا. المهم صافي، من بعد ما خرجت الكيك من الفران خليته تقريبا برد ليا ساعه ما كاملش، لاني كنت زربان اني خصني نحضره، يعني في نفس النهار حضرته باش نديه معايا نحتفلوا به. خليتها بردت ليا واحد شويه ودابا كنقطع فيها بالموس. كيف كتشوفوا جات تبارك الله خفيفه، كيف كتشوفوا جات خفيفه وما شاء الله وشيشه. غير تبعوا المقادير اكيد غتنجح معكم، ما درت لا طراب لا والو، غير بالطراب اليدوي ما شاء الله جات خفيفه معايا. ودابا غندوز نحضر معكم باش غنزينوا هذا الكيك. خديت هنايا المازابان او الماسابان، هي يعني عقده ديال اللوز، كتباع في ليدل اللي عندنا في اسبانيا. يمكن لكم ديروا عقده اللوز الا عندكم طبيعه الحال، بديروا عقده اللوز ديال الدار، المهم انا شريتها موجوده. وخديت الملونات للطعام، وغنحاول واحد الجزء غادي نلونه بالخضر وواحد الجزء غادي نلونه بالصفر، حيت ما عنديش البرتقالي او ما عنديش الاحمر، يعني يكون عندي الاحمر غنخلط الصفر والاحمر باش يعطيني اللون البرتقالي، لاني بغيت نصيبهم دي ميني كاغو هكا باش نزين الكيكه ديالتي. فعلى الاسف ما عنديش اللون الاحمر تسالى ليا، المهم نحاول نلون هاد العقده ديال اللوز ديالي. هذاك الخضر غادي ندير من الوريقه ديال خيزو، وهذاك البقيه ديال العقده ديال اللوز اللي لونها بالصفر غادي ندير بها خيزو طبيعه الحال، الجسم ديال خيزو. المهم راه كاين خيزو صفر اكيد، وكاين دي بيبي كاروت، ما تقولوش لي راه ما كاينش خيزو صفر، موجود خيزو صفر، خيزو احمر، وخيزو بنفسجي، واكيد خيزو اللي كيعرفوه جميع العالم، الخيزو البرتقالي المشهور. المهم غادي نحاول نخدم العقده ديال اللوز ديالي بهاد الالوان، راه كت اللون كيدخل بصراحه بالزربه في العقده ديال اللوز، راه كتعرفوا طبيعه الحال. وصافي غنحاول نشكلها دي بيتال، ونشكلها جسم ديال الخيزو هكا، ونحاول نزينها باش نعطي واحد المنظر يكون زويون. نتوما كتشوفوا معايا التصاور كيفاش غيخرج الشكل ديالها. هي كتحاول، المهم الا كنتو غتخدموا كميه كثيره اكيد غتستعنوا بالزيت. بحق انا حتى نخدم غير شي شويه، ما حتاجش، واخا كتلصقلي في الصبعان ما حتاجش انا ندهن يدينا لا بالزيت لا بالزبده، يعني فيت فيت، وكتعطي الطوع هذيك العقده ديال اللوز كيف كتشوفوا. غير المهم اهم حاجه انكم ما تكونش دينا في الثلاجه باش ما تكونش شاده في راسها. بقى اللي كانت جديده طبيعه الحركه تكون باقا رطبه، ما كتعذبناش في الخدمه. هذا هو الشكل اللي كنعطيها، شكل ديال لي بيتال، كلشي كيعرفوا طبيعه الحال. وصافي نحاول نزينها بهذه الطريقه، نقادهم بهذه الطريقه باش يعطونا الشكل ديال دي بيبي كاروت. هما لي بيبي كاغوت ديالي او الجزيرات اللي غادي نزين بهم الكيك، وجدتهم كيف كتشوفوا بكل سهوله بلا ماتيريال بلا والو. وهي الكيكه ديالتي من بعد ما قسمتها وخليتها تبرد واحد شويه، دابا غنحاول ندير من الوسط، غندير ديك الكريمه اللي صايبنا. المهم طبيعه الحال مبغيتوش ديروا الكريمه من الوسط، يمكن لكم كيبقى لكم تزيين اختياري، ويمكن لكم ديروها هكا في الوسط كون عندكم كاوكا ولا اللوز ولا شي حاجه، ديروها من الوسط هكا باش كيبقى داك الكخوكو. مع الاسف انا كلشي سالى ليا، ما كنتش معوله انني نصايب الكيك، داكشي اللي عندي في الدار اللي خديت به. وكيف كتشوفوا الكيك دابا كنحاول نحط به، نحطو نغطي به، تبارك الله كيف كتشوفوا راه جات رطيبه وهشيشه. وصافي نحاول نزين زين بسيط جدا، يعني غير مكلف كيف شفتوا تبارك الله، صايبتها في نفس النهار وحضرتها، يعني ما خدتش مني صراحه لا جهد لا وقت. وصافي وكيف قلت لكم بالنسبه للكريمه كتحكموا في الجبن، بغيتو ديروا تجيكم الكريمه عقده ديروا 200 غرام ديال الجبن، بغيتو تجيكم الكريمه خفيفه هكا وكتكون بحال شي بصيحه قللوا من النسبه ديال الجبن، وهي غاده اهم حاجه انها تجي الكيك بنين. وكيجي تبارك الله مشرب هذاك الكيك، كيجي بنين صراحه، وكل ما برد تيجي صراحه ألد وألد. اخر حاجه طبيعه الحال كيبقى تزين اختياري، خديت انا هذا المشطه اللي كتباع الخاصه بالباتيسري او المخابز، وحاولت نعطي هذا الشكل هكا بطريقه عشوائيه. واهم حاجه انني غادي دابا نجيب دوك لي بيبي كاروت اللي صايبنا بالعقده ديال اللوز، ونحاول نزين بها الكيك ديالي ونعطيها من النظر ديالها. واخر حاجه طبيعه الحال غادي نزينها بهداك لو كروكون ديال اللوز عندي، غنحاول نزينها باش تعطي داك الكونتراست الالوان ويجي من نظره صراحه، يجي من نظره ان شاء الله زوين.
صافي، انا حضرت الكيك ديالي، كيكه الجزر. دابا نحاول نديها معايا للمناسبه اللي انا محتفله بها. ودابا صافي انا وجدت راسي، ودابا غادي نمشي نقل لكم بعض من الاجواء ديال الاحتفال اللي احتفلنا به ديال ذكر المولد المبارك اللي دخلوا لنا بالصحه والسلامه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي، عيشوا معايا الاجواء ونقول لكم صلاه في راسكم وان شاء الله حياتنا كامله.